تواصل قافلة الخير لمؤسسة القلب الكبيرة عبر الأطباء السنغاليين تواصل في عملياتها الجراحية، حيث وصل عدد من خضعوا للجراحة أكثر من 30 طفلا يعانون من أمراض مستعصية، الأمر الذي أدى برئيسة القلب الكبير السيدة الأولى هند ديبيتنو بزيارة لمستشفى الأم والطفل، كما تقوم بتكريم الأطباء السنغاليين. عثمان عبد الغني إدريس. في إطار برامجها ونشاطاتها الإنسانية والاجتماعية التي تقوم بها مؤسسة القلب الكبير والتي تنصب في مصلحة الشعب التشادي، لا سيما الضعفاء والمحتاجين والأطفال والنساء، قامت سيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو بزيارة تفقدية إلى مستشفى الأم والطفل بالعاصمة إنجمينا. وفور وصولها استقبلتها الدكتورة وزيرة الصحة العامة أنغربتنا كارميل سوكاد بحضور مدير مستشفى الأم والطفل الدكتور عبد السلام وسيدة دولوليسين الأمينة العامة لمؤسسة القلب الكبير. عقب ذلك قامت سيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير بزيارة الأطفال المرضى الذين أجرت لهم عمليات جراحية مختلفة، ووصل عددهم إلى 33 طفل شادي يعانون من أمراض مختلفة كأمراض في الأعصاب والشرايين وأورام في الرأس والبطون وأخرى تشويهية. وهذه العملية قاموا بها 2 أطباء من دولة السنغال الشقيقة بالتعاون مع ممرضين وأطباء تشاديين، وذلك تضامنا مع مؤسسة القلب الكبير التي تكفلت بهذه العملية الجراحية. وخلال تفقدها للأطفال المرضى بمستشفى الأم والطفل، طمأنت سيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو أسر الأطفال، مؤكدة بأن مؤسسة القلب الكبير ستقف دائما مع المرضى خاصة الأطفال. كما استمعت رئيسة مؤسسة القلب الكبير إلى شرح مفصل من قبل مدير المستشفى والأطباء الذين قاموا بهذا العمل الصحي الجميل والإنساني من أجل حياة ومستقبل الأطفال. بعد تفقدها للأطفال المرضى، ترأست سيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو حفلا مصغرا نظمته مؤسسة القلب الكبير بمستشفى الأم والطفل على شرف الأطباء والممرضين السنغاليين الذين وقفوا مع تشاد وخرجوا عدد كبير من الأطباء التشاديين، ووقفوا أيضا مع مؤسسة القلب الكبير وخاصة البروفيسور مومار كوديبا متخصص في جراحة الأعصاب والشرايين والبروفيسور عمر أندور متخصص في أمراض الأطفال والجراحة. الحفل بدأ بكلمة قدمها مدير المستشفى الدكتور عبد السلام مرحبا بجميع الحضور في مقدمتهم السيدة الأولى هند ديبيتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير، ورحب أيضا بالأطباء السنغاليين الذين قاموا بجراحة 33 طفل تشادي خلال أسبوعين. عقب ذلك جاءت كلمة السيدة الأولى هند ديبيتنو والتي شكرت من خلالها باسم مؤسسة القلب الكبير وباسم الشعب التشادي الطبيبين السنغاليين على هذا العمل الخيري والإنساني، وكذلك شكرت أسرة الطب التشادي وخاصة إدارة مستشفى الأم والطفل. عقب ذلك قامت السيدة الأولى هند ديبيتنو بتكريم الطبيبين وهما البروفيسور عمر أندور متخصص في أمراض الأطفال والبروفيسور مومار كودوبي متخصص في جراحة الأعصاب والشرايين. وبعد نهاية الحفل أخذت صور تذكارية جمعت السيدة الأولى هند ديبيتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير بالأطباء السنغاليين والتشاديين بحضور عدد كبير من الحاضرين. وعن النشاطات التي صاحبت القافلة أعد الزميل الحبيب حامد محمد التقرير التالي. لا تزال قافلة الخير التابعة لمؤسسة القلب الكبير تواصل رحلاتها وأعمالها الخيرية في المجالات الطبية في كل مكان في مختلف أقاليم البلاد. فبعد جراحة العيون في كل من بنغور مانغو وتوزيع المؤن الغذائية للمحتاجين، تأتي قافلة القلب الكبير التابعة لمؤسسة القلب الكبير مرة أخرى في العاصمة أنجمينا وبالتحديد مستشفى الأم والطفل. ولكن هذه المرة دخلت قافلة القلب الكبير التابعة لمؤسسة القلب الكبير بقلب كبير يمسح دمعة الآباء والأمهات والأسر الضعيفة. وبرعاية من مؤسسة القلب الكبير تم خلال هذا الأسبوع علاج وجراحة أكثر من 30 طفلا يعانون من أمراض عضال في الأعصاب والشرايين والمسالك البولية والرأس والبطون وأمراض أخرى تشويهية. وبدعوة من مؤسسة القلب الكبير التابعة لسيدة القلب الكبير هند ديبيتنو جاء إلى البلاد السنغاليان وهما كل من البروفيسور عمر ندور المتخصص في جراحة الأطفال والبروفيسور مومار كودوبا المتخصص في جراحة الشرايين للأطفال. وخلال أسبوع تم بعون الله جراحة أكثر من 30 طفلا تشادي وكلهم بصحة جيدة. هذا ما أكده الدكتور أوليفيين غاردتينا
المتخصص في جراحة أطفال وأحد أعضاء مؤسسة القلب الكبير. يوم مش السبع يوم كي أنا عملية سينا قريب 32 إيال عندهم مرض حنا موك وايدين حنا داروم وايدين كمان أنا بكن بول في سبع يوم دا قدمنا كويس فجر دايما أشيف قلنا خدمه بلا ريبو وندورو نشكرو ريسبونسابل مدير أنا أوبيتال مستشفى مير دي لانفان إشان هو كل ساعدنا كتير وندورو نشكرو ياتو البروفيسورات تنين الجو لنا دا بروفيسور عمر ندور ما بروفيسور ممار با نقول لهم فريمان شكرا بلين عشان رسلوا لهم انفيتاسيون بس خاصته جو لنا وخلاص عاونونا بلين اسا قدمنا شديد يال كله كويسين نقولوا لين نكمل شكرا للفونداسيون غران كور عشان هي بس رسلوا لهم انفيتاسيون وجو اسا قدمنا اديل شكرا بلين. أمهات الأطفال الذين تلقوا العلاج كلهم قدموا شكرهم لمؤسسة القلب الكبير ولسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو والتي وصفوها بذات القلب الكبير. أنا نقول شيء آخر ما يندي ما فيه نشكره بريمير دام إشان سخيري دام من 6 شهر يا بيجي ماردان وراسه شفت كدر بيجي كبير سيدة كي ما قدر ما يندي قدرة و بي بريمير دام بس لينا درب اليوم اوبيري بنيتي نقول لها شكرا قال الله يزيد عمره وقليبا قال الله يسي ليس لناس اخر شيء اخر ننتي ما في وشكرا بس كان اول ناد مذكرت في ميكرو دان ذكرت لا عشان دافع تداب ولا جامن ادمي انت شكرا. ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة القلب الكبير قامت في وقت سابق أيضا بدعوة أطباء أتراك وعالجوا العشرات من أطفال تشاد، فلذلك مؤسسة القلب الكبير ومنذ تأسيسها الذي مر عليه 7 أشهر فقط أجرت مئات العمليات الجراحية المماثلة. وعلى حسب خبراء الطب أن كل العمليات التي أجريت خلال هذه المدة تكلف مئات الملايين من الفرنكات الأفريقية لو كانت خارج البلاد. هذا وما تزال قافلة الخير الطبية متواصلة في مختلف أقاليم البلاد وستكون القوافل القادمة أعمق وأكبر كما رفعها شعار مؤسسة القلب الكبير تعاون من أجل رفاهية الأسرة التشادية.